التاسع الخاص بالابكار المحليات الاصايل، البدايه تسير المسك في المركز الاول عبد الله بن خلفان. عبد الله بن خلفان بن بخيت المزروعي هو الان من يتقدم نحو المركز الاول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تسير شواهين محمد بن مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يحتل المركز الثاني، اما لهب في المركز الثالث تعود الملكيه لمبارك بن خميس بن محمد بصوب الاشتبياتي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع ننتقل مباشره الى المركز الرابع، وهنا تغرور وصلت احتلت المركز الرابع، تعود ملكيتها لسالم بن راشد بن حمد بن غدير. اما المركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الاخر هناك تواجد في هذه اللحظات على خامس المراكز. المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء نسير الى تواجد الذيبه سالم بن علي بن راشد الغيلاني، والمركز السادس النقلة التالية نحو المركز السادس، وها هو مشاهدينا الاعزاء من خلال هذه اللحظات شعار المركز السابع. من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام نتابع في الانطلاقة التالية، وهنا تدخل آخر على المركز السادس في هذه اللحظات من خلال الوصول و عبد الله بن ثعيلب الهاجري يحتل المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن هناك شعار بالحلوس يتواجد، وها هي الوثبه عبيد بن حلوس العامري في المركز الثامن، بينما المركز التاسع نقلتنا مباشره الى تواجد وانطلاقه الخواره سالم بن خلفان بن حمد الحافري يحتل المركز التاسع، بينما المركز العاشر اللي وصلت الان وخذت المركز العاشر اليمامه لعلي بن مبارك بالقرين العام عمري من يحتل المركز العاشر. هكذا النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذه اللحظات. نسير ونتابع مع حضراتكم انطلاقة هذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام إلى مسار الشوط ونعود إلى التحدي الأول والمراكز الأولى المتقدمة في هذا اللقاء. ياتي باللاحج على صدارة الشوط مع شواهين محمد بن مطر باللاحج الهاجري يحتل الصدارة الأولى، مياسة في المركز الثاني، عبد الله بن ثعيل بالهاجري يحتل المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق وهذا التواصل وهذه اللحظات الجميلة. أما المركز الرابع هناك تواجد واحتلال من المركز او المركز الثالث، نقلتنا مباشره الى ثالث المراكز، وهنا في المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء ياتي شعار بصوب مبارك بن خميس بصوب الاجتبي يقدم لنا لهب من تحتل المركز الثالث. اما المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات تواجد وانطلاق على المركز الرابع ياتي من خلال تواجد واحتلال هذه الذي صار تغيير من خلال تواجد شعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري غير وخذ المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام يا شدي واصل مع الطيارة حمد بن نافع الشدي المنصوري في المركز الخامس. المركز السادس وصل شعار العفاري وهذه الوثبة واصلة، عبد الله بن هلال بن مبروك العفاري يحتل المركز السادس. المركز السابع وصل الآن مشاهدين الأعزاء مع هنا مشاهدينا الاعزاء سلهودة محمد بن سعيد بن حليس الزرعي ثامنا. المركز التاسع شعارك النيادي واصل مع نعايم سعيد بن راشد بن عبيد النيادي يحتل المركز التاسع، والمركز العاشر وصل بن دري من خلال هذه اللحظات، ودانات دانات العين واصله سالم بن حمد بن دري الفلاحي يحتل المركز العاشر. هكذا النتيجه مشاهدينا الاعزاء، 10 اسماء انطلقت، 10 اسماء بحثت عن الناموس وطريق النجاح والتحدي في ميدان المرموم، ولكن عودة إلى البداية وعودة إلى الشدي الآن. من يسيطر على المركز الأول وناموسي هذا الشوط؟ رأس الحربة يا سلام يا الشدي حمد بن نافع الشدي مشاهدينا الكرام هو على رأس المجموعة بعد التغيير مفاجئ في انطلاقة هذا الشوط. 1200 على خط النهاية وين بن نافع الشدي في المركز الأول، لكن محمد بن سعيد بن حليس الزرعي وصل الآن وخذ المركز الثاني، وصل وخذ المركز الثاني شعار من السلطنة، بينما المركز الثالث شعار النيادي واصل، شعار النيادي واصل مشاهدينا الأعزاء، وها هي نعايم سعيد بن راشد بن عبيد
النيادي، ولكن مياسة واصلة. هناك عبد الله بن ثعيلب الهايري يحتل المركز الرابع، وهناك سالم بن هلال بن مبارك العفاري وصل خذ المركز الخامس، من سجل نقطة كذلك في صباح هذا اليوم. المركز السادس هناك دانات العين سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز السابع ياتي شعار مبارك بالعود العامري في المركز السابع. المركز الثامن عادت من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تغرودة وسالم بن راشد بن حمد بن غدير، لكن أعود إلى الزرعي محمد بن سعيد بن حليس الزرعي وصل مشاهدينا الكرام ليقدم لنا سلهودة. سلهودة مشاهدينا الكرام تشوط تقودة حتى هذه اللحظات، هي المفرودة هي المنفردة هي التي تسير بناموس هذا الشوط. ها هي مشاهدينا الأعزاء سلهودة على صدارة الشوط، لكن يحاول العفاري واصل واصل مع الوثبة الوثبة وعبد الله بن هلال العفاري واصل واصل العفاري واصل راعي الوقن، ولكن بن حليس مسيطر محمد بن سعيد بن حليس الزرعي يسيطر حتى هذه اللحظات على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام للسلطنة السلام، واسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار يا الزرعي يا الزرعي. ينطلق مباشرة من خلال هذا الأداء والسلام يهالي عجعلان بني أبو علي في انطلاقة هذا الشوط في انطلاقة هذا التحدي. تهانينا والناموس محمد بن سعيد بن حليس الزرعي على الفوز والانتصار. المركز الثاني محمد بن هلال، أو في المركز الثاني هناك الوثبة عبد الله بن هلال العفاري. المركز الثالث تغرودة سالم بن راشد محمد بن غدير. رابعا ياتي حمد بن نافع الشدي. دانات احتلت المركز الخامس سالم بن حمد بن دري الفلاحي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل من خلال هذا الأداء والنتيجة، ولكن في اللحظات الأخيرة استطاع الزرعي أن يحسم هذا الشوط لصالحه في لقاء هذا الشوط في تحدي هذه اللحظات المميزة وهذه لحظات وصوله إلى خط النهاية. 7 دقائق مشاهدينا الكرام سلهودة من خلال الأداء وخمسين ثانية وجزء واحد من الثانية محمد بن سعيد بن حليس الزرعي على الفوز والانتصار بالمركز الأول، بينما المركز الثاني كانت هناك الوثبة من تتواجد عبد الله بن هلال بن مبارك العفاري. ب7 دقائق 50 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا والناموس على هذا الانتصار، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت تواجد بالمركز الثالث. هنا لحظات وصول في هذه اللحظات تغرود لسالم بن راشد بن حمد بن غدير. 7 دقائق 54 ثانية 4 أجزاء.